بسم الله الرحمن الرحيم. بهذا الفيديو رح نشرح exercise 22 page 118 بدرس electric power and energy صف التاسع. بس لنستذكر نحنا انه في عندي كم قاعدة للpower والenergy. الpower عندها قاعدتين، اول قاعدة هي الفولتج ضرب الكرنت، القاعدة الثانية هي resistance اذا في عندي resistor ضرب I to power 2. هو قاعدتين للpower. شو قاعدات الانرجي؟ الانرجي هي الباور ضرب التايم، او اذا معي ريزيستر بتكون الانرجي هي ريزيستنس ضرب اي تو باور 2 ضرب التايم. هول قاعدتين، يعني انا الاساسيات هني هول. اذا معي ريزيستر بشتغل بالتاني. هو مراجعه للقاعدات، بس اني هو قاعده الدرس. في بيقول لي تو ريزيسترز، يعني معي انا ريزيسترز. اذا معي ريزيسترز معناتها صار بدي اشتغل بالقاعدات التانيه. Two resistors of resistances R1، يعني معي أنا R1 هي 100 ohm، ومعي R2 resistance تاني resistor تاني هو 1000 ohm. Are connected in parallel، شو عامل موصل in parallel R1 و R2. Across a generator، معي generator that maintains across its terminals a constant voltage، يعني عندي ال voltage لل generator هو 200 فولت. طيب قبل ما اكمل انا الاسئله، بس لنشرح شو ان بارلل. لما يكونوا ان بارلل معناتها الفولتجز بيكونوا ايكوال، يعني الفولتج للجنريتر قد الفولتج لاول ريزيستر قد الفولتج لتاني ريزيستر. يعني ما ننسى لما يكونوا ان بارلل بيكونوا اليوات ايكوال لبعض او الفولتجز ايكوال لبعض. طيب فهو بيقول لي calculate the currents I1، طلع في عندي current طالع من الجنريتر هو I، بيعطي لأول ريزيستر I1 وبيعطي لتاني ريزيستر I2. لما يكونوا in parallel الكرنتس بيختلفوا، بيجي الكرنت الأساسية بتوزع لهاي وتوزع لهاي. بيقول لي calculate the currents I1 and I2 carried by each resistor، يعني I1 قدي و I2 قدي. طيب نحنا لنشتغل بالI1، إذا بدي الـ I1 مفروض أنا شو معي؟ هو شو عطيني؟ عطيني resistors. عطيني resistors. طيب شو في علاقة بين، يعني هو عطيني R وعطيني U وبدي الـ I، شو في علاقة بين الـ I والـ R والـ U؟ هي Ohm's law. يعني by applying Ohm's law اللي هي بدرس الريزيستر. هلا بتقولوا ليه ما استعملنا قاعدة من هولي؟ لانه اصلا مش عاطيني باور او انرجي، فما بستعمل هول. عاطيني ريزيستنس وعاطيني فولتج وقال لي طلع كرنت. فشو القاعده اللي بتجمع هول الثلاثه؟ هي اومز لو. شو هي اومز لو؟ اليو ايكوال ار ضرب الاي. انا بدي الاي، فهون نحن لانه عم بشتغل باول ريزيستنس فبحط ار 1 واي 1، واليو قلنا نفسها نفس اليو فوق وهون وهون. فانا بدي مين؟ بدي الاي 1 هي اليو على ار 1. اليو قد ايه معي اياها؟ 200 فولت على الار 1. ار 1 معي اياها 100 اوم، فبيطلع معي تروح 0 مع 0 0 مع 0 2 امبير. هاي لاول وحده. لتاني وحده نفس الشيء كمان ابلاي اومز لو، كتبنا القاعده الاساسيه بنكتب هاي للاي 1 هاي للاي 2 هي يو على ار 2. اليو قد ايه معي اياها؟ 200 فولت. نفس اليو قلنا لثلاثتهم لانهم ان بارلل، يعني انا هون بكتب له نوت صغيره. شو هي هيدي النوت؟ انه اليو للجنريتر ايكوال اليو 1 ايكوال اليو 2 ايكوال 200 فولت. شو السبب؟ since they are connected in parallel. هاي نوت صغيره بنكتبها حتى نقول له ليش استعملنا نفس اليو نحن. R2 قد ايه معي اياها؟ 1000 اوم. فبنقصهم بيطلع معي 0.2 امبير. هاي طلعنا الكرنت بكل واحد. بيقول لي كالكوليت ان تو ديفرنت ميثودز، بطريقتين، ذا باور كونسيومد باي ايتش ريزيستر. بدي الباور. طيب خلينا نشتغل نحن. هلا هون عندي نمبر هذا بي. بيقول لي انتو بدنا نطلع الباور، صح؟ بنطلع الباور. طيب انا شو معي؟ اول شيء نحكي عن الار 1. شو معي انا بالار 1؟ معي اليو
هي 200 فولت، ومعي الاي 1 هي طلعت معي 2 امبير، ومعي الار 1 هي 100 اوم. بدي اطلع اول باور انا. ايه هو عم يلي حلوها بتو ديفرنت ميثودز. نحن بالقاعدات قلنا لما يكون عندي ريزيستر بستعمل باور، لانه هو قال لي اعطاني باور فبستعمل القاعده الثانيه. طيب القاعده الاولى فيني اطلع منها باور؟ ايه، لانه معي يو ومعي اي. فشو اني يعني كانه عم يقول لي استعملي على الطريقتين، على القاعدتين حلي لي الباور، المفروض يطلع نفس الجواب. فانا بقول له على اول طريقه الباور هي اليو ضرب اي 1، حطيت يو مش يو 1 لانه نفس اليو، ايكوال اليو قد ايه معي اياها 200 فولت ضرب الاي 1 2 امبير، اذا ضربناهم بيطلع معي 400 شو وات. طيب على الطريقه الثانيه نفسها باور 1 بس على القاعده الثانيه اللي هي ار ضرب I to power 2، طبعا الـ I أول I والـ R أول R، قديش الـ R1؟ 100 أوم. ضرب قدي الـ I1؟ 2 to power 2. فشو بيطلع معي؟ 100 ضرب 4 بيطلع معي نفس الشيء 400 وات. هيك حليناه على الـ 2 methods. طيب هلا بدي الـ power الثاني لتاني resistor، نفس الشيء هي بنستعمل قاعدتين U2، نحن قلنا نفس الـ U فبستعمل U ضرب I2. فأنا هون شو بدي أعمل؟ خليني أكتب الجيفن الصغير بس هون قدامي، يعني تعول التاني ريزيستر شو معي؟ أنا بدي الباور 2 قد إيه؟ شيء؟ باور 2 هو له خصة بتاني ريزيستر، يعني معي أنا الـ R2 قد إيه أعطاني إياها؟ 1000 أوم. ومعي الـ U هي 200 فولت، ومعي الـ I2 الـ I اللي مارقة فيها قد إيه طلعنا الـ I2؟ طلعناها 0.2 أمبير. فبكتب الجيفن قدامي بس لحتى دغري يعني تكون سهلة علي. اليو قد ايه معي اياها؟ 200 فولت ضرب الاي 2 0.2 امبير، بضربهم ببعض بيطلع عندي 40 وات. بالمثل الثاني شو هي المثل الثاني؟ ار ضرب اي تو باور 2، اي اي ثاني اي، فهون كمان ار تو ار 2، ار 2 هي 1000 اوم ضرب الـ I2 قد ايه معي اياها؟ الـ I2 قلنا 0.2 بدي اياها to power 2. فشو بيطلع معي هون؟ بيطلع معي 1000 ضرب 0.04 1 2 3 فبيطلع معي 40 وات. هيك حليناها على، عفوا كتير بعتذر انه ما طلعت بالكاميرا، حلينا اول ميثود على اول قاعدة، تاني ميثود على تاني قاعدة، اتنيناتهم طلع 40 وات. بالسي شو بيقول لي؟ بيقول لي compare the powers and interpret the results. اول شيء قارن لي الباورز، شو طلعت اول باور؟ 400 وات، الثاني 40 وات. فاذا بدنا نقارن شو بنقول له؟ بس بنقول له الباور لاول ريزيستر يعني باور 1 اكبر من باور 2، هاي قارنا. interpret the results يعني شو النتيجه اللي طلعت معكم انتم؟ انه كل ما كان يعني الاول ريزيستر قد ايه كانت؟ 100، فالباور اللي لها قد ايه كانت؟ بي 1 طلعت 400 وات. لما الريزيستر الثاني طلع كان 1000 اوم، فالباور اللي له طلعت 40 وات. فانا هون شو بستنتج؟ بستنتج كل ما علي يعني كانت 100 صارت 1000، يعني when the او as فيني اقول as the resistance increase، لما الريزيستنس زاد كان 100 صار 1000، شو صار بالباور تاعيته؟ the power شو صارت فيها؟ من 400 ل 40 decrease. طيب هيك كون خلصنا هذا الاكسرسايز، اي استفسار حكوني بالكومنتس وانا بخدمتكم.